جينا باش نحضروا واحد الحفل تاع الفنان حاجب. من جينا لقينا الحفل تغى، كاين الغاء غاو. شنو السبب؟ الاول قالوا لنا انه راه ما جاش، راه مريض. في الاخر كنت فاجئوا، لقيناه كاينه موجود لقيناه داخل في لاصال، وما عرفش شنو المشكل اللي طاري مع الموقعه، انا ما تفاجئش معاه بشي حاجه وما لغاو الحفل. طبعا الناس حاجب جا ولا ما جاش؟ لا جا، كاينه كاين موجود. ولكن شنو وقع علينا؟ اننا كنا جايين متحمسين باش نشطوا باش نرفعوا على روسنا، حنا والنساء تاعنا والزميلات اللي معنا هنايا. في الاخير قال لك الحفل تلغى، ما عرفنا شنو السبب. تقريبا حنايا نكونوا شي 800 شخص، 800 شخص تقريبا، شي 18 مليون تاع الفلوس. شحال تصير باسم تيتا؟ انا 400 درهم. واش ممكن هنا بالضبط ندير لكم هذه غالا؟ كانت مهمه ليا، كانت غالا فيها فنان الحاجب وفيها معها لي غاتو سواغي ومعها الجي ومع هذيك المسائل اللي كتكون في الحفل. يعني جيتوا على قبل الفنان الحاجب ما لقيتوش، كيفاش الشعور ديالكم؟ احنا صراحه من جينا ما لقيناش الفنان اللي شويه، ما عجبناش الحال، ولكن من تكلمنا معاهم علاش ما يحضرش ما عرفناش السبب. هو كاين شي مشكل مع ملقاعة، ما عرفناش شنو. جاو ما خرجوش، ما خرجوش، ما خرجوش، كيف خرجكم؟ لا الحب هو اعتذر لينا حاجي، طلع لي الحفل اعتذر لينا وخرج، ما عرفناش شنو. حنا ما نحضرش الصباح، قال لنا باش نجيو نحضروا الحفل. شفتوا كاين شي عمليات نصب هنا ولا كاين؟ كاين عمليات نصب، انا راه 18 مليون تاع الفلوس تاع الناس ما رجعوش لهم، راه بيان سيغ عمليات نصب. واش كندير معاكم العشاء؟ ما دايرين معنا دابا حتى شي حل، ما بغاوش يرجعوا لينا فلوسنا وقالوا لنا تخرجوا. بالنسبه للباشا اللي جا كيقول لنا باش تخرجوا باش تخرجوا، حنا ما نخرجوش. وجا الامن، صراحه الامن دخل وكان في صفنا صراحه. شنو كنتو دايرين لكم نتوما كعندنا جوج في هاد الحفله؟ واش نتوما تعرضتوا لعمليه نصب ولا شنو بالضبط؟ حنا تعرضنا لعمليه نصب، لان حنا باش جينا ما لقيناش، ما بغاوش يخلوا الفنان يغني، ما عرفناش شنو المشكل اللي بيناتهم. بالنسبه لينا حنا راه تعرضنا لعمليه نصب، ما بغاوش يرجعوا الفلوس للناس. كاين بزاف ناس سمعنا بان الناس كانوا مؤمنين، كاين بزاف شركاء هنا قطعوا لي تيكي الناس وهربوا، هربوا الناس من هذاك الشيء، هربوا. صح هذا الشيء. الناس اللي مقطعين ما بغاوش الناس يتفضحوا انهم ناس، صراحه ناس مستوى، يعني ماشي نامبورت كي جاي. كاينين ناس، كاين ناس سيده معنا، كاين ناس موظفين، كاين ناس في التعليم، كاين ناس في الصحه، كاين معنا طبيبات، كاين معنا ناس في يعني القانون. ما بغاوش يتفضحوا، ما بغاوش يعني، قالوا غير كتعرف الكالا كتكون غير اللي صحابه، يعني ما كتكونوش كتكونش مختلطه، يكونوا من عند السوايع ويديروا داك الشيء هما مسافرين. شنو يمكن يكون السبب الرئيسي؟ احنا سمعنا ان ملقاعة ما تفاهمش مع حاجه، ان الشيء اللي سمعنا حنايا بالنسبه للمبالغ اللي حدد معاه باش يخلصوا، ان ماشي المبلغ اللي ما شاف العدد الناس بزاف، يعني بحال حاجه بتراجع، يعني قال له بالنسبه للعدد ديال الناس كثر من داك الشيء اللي تفاهم معاه. يعني ما بغاش حاجه يحيي ديك الحفله حيت مع الناس كاين بزاف اكثر من داك الثمن اللي دار معاه. لا بحال ملقاعة قال له فوالا كاين غير 20 طبله 40 طبله، من الخروج من جا هو لقى 800 بيرسون، يعني راه الناس كثير بغى يربحوا، بغى يربحوا اكثر من هذا. لا شي اللي شي اللي سمعنا. انتم كيفاش عرفتوا كاين الحفل؟ كيفاش وصلتوا انه كاين؟ وصلنا كاين في انستغرام، في الفيس دي زامي، حنا دايرين واحد الجروب انا وصحاباتي دي زامي، كتكون شي قالا كيديروا بارطاج مع بعضنا، وكاين اللي تيكي راهما اصلا في القاعه هنا دايرين اللي تيكي، هذه البانو ديالو كتباع سير بلاص. فوالا كتباع سير بلاص هنايا في القاعه. خويا هذه قالا كانوا دايرين لابيب ديالها في الانترنت، وكانوا واحد الفئات متخصصه، كل واحد كيدير في ستاتيو ديالو في الفيسبوك ولا الانستغرام، يعني شاك جروب خلص عند واحد انيليمون. ملي جينا كنتفاجئوا بان هذا الشيء اللي كيقولوا غير يعني هما ما واخدينش اوتوريزاسيون، اصلا ما واخدينش اوتوريزاسيون. جاو البوليس حبسوهم قالوا لهم غتوقفوا هذا ليفينمون حيت اوتوريزاسيون ما كايناش. دونك بقاو الناس الناس اللي بقات في مشكله، والغريب في الامر انهم هزوا فلوس ديالهم وزدوا كل شيء وزادوا خلونا حنا جالسين هنا. يعني هاد المنظمين ما عرفتش شنو المنظمين كانوا في دولنا، كانوا منظمين دول المستوى تقريبا ديال الفلوس ديال التيكي تقريبا.
تقريبا شي 16 مليون يدو، لان كاين 60 طابلة. كاين التيكي شحال الثمن ديال التيكي؟ الثمن ديال التيكي كاين اللي داير 400 درهم وكاين اللي داير 200 درهم، مؤخرا داروا 200 درهم. شحال ديال الناس اللي تقريبا جاو؟ 600 شخص. وانا فلوسهم سبحان الله. اليوم اشنو بالضبط هنا واش كان غيجي حاجب واش كان غيجي شوكولاته؟ كان غيجي حاجب والدقه العيساويه، وكانوا دايرين الاكل والشرب بطبيعه الحال بالموازات مع التوشيط. يعني وفي الاخر داو الفلوس مشاو؟ داو الفلوس. دابا ما لقينا مع من نهضروا، حنا جالسين ما لقينا مع من نهضروا. كاينين غير رجال الامن اللي موقفيننا باش من، لان موقفوا حتى الاكل في الاول، ويعني شافوا من بعين الاعتبار بان الناس خاصها تطعم على الاقل، لان حنا مجتمع كريم، مجتمع كيمضياف، راه قال لك كولوا صافي وسيروا بحالكم وكبوا الماء على كرشكم اون فان دو كون. شنو الرساله ديالك؟ انا طايب قويله ماشي انا فايد. الرساله ديالي اش غنقول لك؟ الناس ما بقاش اولا الصدق في المعامله، ما بقاش. حنا ثقنا فيهم ولكن الحمد لله هما ما داوش شي حاجه، داو غير العافيه في كروشهم. هادشي اللي غادي نقول لك، ما خداش اللي وقع. يعني شنو نقول لك؟ عمليه نصب ديال 200 درهم ضربها ب 600 مره. خداو 200 درهم قالوا غنجيبوا لكم حاجب، غندير لكم ندير لكم الماكله. من جينا شفنا حاجب، كان حاجب، ماشي ما نكذبوش ما نقولوش ما كانش حاجب. طلع قال لك سمحوا لينا حنا هاد الكالا غناجلوها لكم حتى المره اخرى. صافي من الناس بداو تيغوتوا مشاو بحالهم المسؤولين، بقينا حنا والكراسم جالسين تنتسناو. ما قلنا لهم طلبناهم باش يردوا لنا فلوسنا، قال لنا حتى الغدا حنا غنشوفوا من هنا حتى الغدا واش غادي يعني ولا لا. جيتوا على قبل حاجب اللي ما لقيتوش؟ شنو؟ لا حاجب كان، ماشي قلت لك ما جاش حاجب، حاجب كان ولي باف كانوا، والقاعه كانت مجهزه من كل شيء، من كل شيء كان منظم. شويه حتى قال لك لا راه صافي غادي ناجلوا لكم هذا الشيء. شنو السبب؟ السبب قلت ما عندهمش رخصه، كاين شي واحد يدير كالا بلا رخصه. فين شفتوا نتوما الاعلان ديال الحفل؟ الاعلان كان في الانستغرام، كان في اليوتيوب، هضر عليه شحال من واحد، لي تيكي كانوا تيتباعوا، كل شيء كان. يعني شفتوا هذيك، شوفوا هذه عمليه نصب. تسمى عمليه نصب، شناهو هذا؟ نصبوا علينا. هاي القاعة كاينة تشوفوها قدامكم، السربايا كاين، لي تخيطوغ كاين، حاجب كان، ولكن مشاو ما كان والو. حنا من الناس اللي حضروا في هاد الكالا ديال هاد السيد هذا، والصراحة تكرفس هو والناس ديالو، تكرفسنا حنا معاهم. كذوب على الله حرام، هادشي ما يبغيهش سيدي ربي، حيت هذا ظلم. وباش جا العامل وجا الباشا ما كاينه شي حاجة. كورونا ما هيش سبب باش يمنعوا الناس من رزقهم. هادشي اللي غنقدر نقول لك، حنا نيت كنترزقوا، حنا دي تريتور كنترزقوا من هاد الحوايج بحال هكا، ولكن منعوا الناس. كاينين سربايا، كاينين دقيقيه، كاينين الاوركستر، كاين بزاف ديال الناس، كاينين جاي الناس من دول اوروبيه باش يحضروا في هاد الحفله، وصدقوا حبسوا. وفي الاخر جا الباشا حبس حتى الماكله ما تعطاش للناس من 11 الصباح وحنايا بالجوع. هادشي راه ظلم وما خصوش يدار في المغرب. حاجب شنو قال لكم حاجب بالضبط؟ حاجب اشنو حاجب؟ راه تخلص، خدا 3 مليون ديالو وزاد سحالاتو. مالو غادي تسوق؟ راه اللي مشاو فيها ضحيه، هما الناس مالين 200 درهم. شنو قال لكم حاجب اللي طلع؟ حاجب قال لك ديزولي صافي. شو الله باش يستقبلونا بحال هكا، خسرنا وقتنا. حنا ما نهضروش على الفلوس، حنا بغينا جوست بوغ ساميزي ان بو، ولكن الغالب الله. وشنو لقاشو قالوا لكم؟ دوا معكم شي واحد ما جيتو حتى شي حاجه؟ هضر حاجب، انا ما فهمتوش شنو تيقول. وحنا نستعملوا تعاملوا معنا خايب، زعما حشومه. ما حنا بفلوس، ما حنا بوقت، ما حنا بحتى شي حاجه في انسان باش يجي يفوج على قلبه ويوصل لهاد الحاله. يعني انت بغيتي تقولي لي بغينا نضمن شي حفله ولا شي حاجه بحال هكا؟ لا انا جام، انا بعدا ما بقيت نجي لحتى شي حفله. فين شفتوا لانونس ديال الحفله؟ فين شفتوها؟ انا شفتها في تيك توك. تيك توك خديت لادريس، خديت التليفون في تيك توك، وعيطت عليهم بلي 4 نيميرو وما جاوبوني غير جوج تاع الناس. عاد ابخي ولاو كيعيطوا عليا تيقولوا لي اشنو بغيتي عيطي لينا. قلت لهم صافي سكي في اف في، صيفط السيد اللي مكلف خلص لينا 3 بلاص، ولكن الحمد لله 600 درهم ماشي مشكل، يخلفها الله. يعني انتم ماشي فيهم ولا لا؟ بيان سور، على مالي انا خدامه عليهم، ماشي كيجيوني فاسيل. يعني انتم جايين على حاجب ملي ما لقيتوش، كيفاش كان الشعور ديالكم؟ شوف انا ما جايبني لا حاجب، ولا انا ما عنديش شي حاجه بحاجب ولا بهذا ولا بهذا. انا بغيت نفوج على راسي انا شويه، انا جو فو مو ديستير انايا، ما كتبش الله سي با با. يعني تنصب عليكم اونتخ غيومي؟ الله اعلم. لا هاد نصب نقدر نعاقب عليها؟ لا انا ما قلتها غير قلتها. لا دابا جيتو نتوما باش واحد قال وخلصتو. ما عرفنا واش الناس اللي خداو الفلوس هما اللي نصبوا علينا، واش فعلا كان لوتريزاسيون كي كيقولوا ما كايناش، واش نتوما الضحايا جميعا؟ بيان سيغ حنا كاينين ضحايا الحمد لله، ماشي حنا الضحايا، كبرت معانا وكل شيء الحمد لله ماشي مشكل.
واجدين حتى شويه تقربلات الدنيا ما كاينش قال لك الرخصه عندها ما عندهاش الرخصه داكش علاش ما داروا له هذا المشكل اش اللي قالوا واش نتوما فين شفتوا الاعلان عطينا دقيقه في اعلان في فيسبوك في واتساب في كلشي في كلشي باقا غتعاود تمشي شي قاله لا ما بقاش غنمشي ماشي حتى تاع نغنا عرفتي زوانا كي طول مون شحال الناس 600 مره ودوا لهم فلوسهم 400 درهم الوحده وضربها 400 في اي بي يرجعوا لكم فلوس لا ما غيرجعوا لنا والو 400 درهم الاولين و 200 درهم اللورانيين نتوما غتسمحوا في هادشي ولا واش غنديروا نضر صافي الله يجازيك الحاجب اعتذر لكم طلع لا هو باش كيعتذر هو راه جا وكلشي اعتذر مي لو بروبليم فينا هو والله ما عرفنا واش 600 مره وكثر واش في قالت هي في الطوابي قدامين تما اللورانيين اه اول في اي بي قالوا لك اش اللي كسمعنا في اي بي 400 واخرين 200 سي سكي زون دي هادشي اللي قالوا مي حنا خلصنا 200 درهم هما ما كيعطيوش لي تيكي كتدخل كياخذوا لك لي تيكي اوكي يقول لك دخلي يعني ما عطا با بروف اوكي سكرو صافي ندير وحده صدقناها ماشي مشكل اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة